ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاسراء والمعراج. حضرتك بألف خير. وانا بقول لك الشيخ محمد انا من رواده في ابو العلا، مسجد ابو العلا. اهلا بيك، ربنا يعطيه من فضله. امين يا رب. وكان ليا سؤال بس، يعني اتفضل. احنا في ليله الاسراء والمعراج يقول لنا نعمل ايه؟ حاضر حاضر. في الليله المباركه اللي الرسول سبحانه وتعالى يعني صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف نعمل ايه في ليله الاسراء والمعراج. حاضر. ايه اللي نعمله؟ نتقرب لربنا ازاي؟ حاضر. نصلي على الرسول ازاي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. حاضر، تابعنا حضرتك، نشكرك على اتصالك. اتفضل فضيله الشيخ. ارجى العمل في كل ليله مباركه الصلاه على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك، جاءت امرأة إلى ابن سيرين رحمة الله عليه فقالت له: يا ابن سيرين، إن ابنتي ماتت وأريد أن أراها في المنام، فصف لي آيات من القرآن إن قرأتها رأيت ابنتي. فوصف له، فجاءت بعدما رأت ابنتها قصت على ابن سيرين بأنها رأت ابنتها في أمها الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله السلام. القرآن سمى هذه الأم الهاوية نار حامية. فاستعاذ الإمام من شرها وشر ابنتها. يقول ابن سيرين: وفي الليلة التي بعدها أتت إلي بنت في المنام هي أحلى من القمر، ترتدي السندس والاستبرك، تقول: السلام عليك يا إمام. قلت: عليك السلام، من أنت يرحمك الله؟ قالت: أنا بنت التي كانت عندك ليلة أمس. قال: الله أكبر، لكن أمك أخبرتني بغير الحقيقة. قالت: بلى، لقد أخبرتك أمي بعين الحقيقة. كلا والله، لقد أخبرتك أمي بعين الحقيقة، فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد كنا نعذب حتى ليلة أمس، إذ مر رجل من على قبري فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنادى الكريم: يا ملائكتي ارفعوا العذاب عن أصحاب هذا القبر إكراما لمن صلى على حبيب محمد. عليه فأكرم والسلام. عباده وأقرب عباده إلى الله سبحانه وتعالى أن تصلي على رسول الله. عليها. تعالي بقى ناخد الهدية اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ادهاله في اليوم ده، في الليلة المباركة دي. تأمل لما في بساط الأنس، طبعا كلكم تنصرف أذهانكم للصلاة، لكن أنا مش هتكلم إن الهدية النهاردة الصلاة، لا، ده الهدية كانت خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة اللي هي كنز من كنوز العرش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحضرة الإلهية، اسمع بقى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. علم الحبيب أنه في الحضرة فراد أن يدعو ربه، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأعطاه الله إياه. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقال له: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني استرنا، لأن بنو إسرائيل كان الواحد فيهم إذا أذنب أصبح يلاقي الذنب على باب بيته. فقال له: أعطيت إياها. قال له: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فأعطي إياها. قال له: واعف عنا، قال: عفوت يا محمد. قال: واغفر لنا، قال: غفرت يا محمد. قال: وارحمنا، ما خدش إجابة. وارحمنا، ما خدش إجابة. في التالتة قال: وعزتي وجلالي، لو عفوت بعد، لو رحمت بعد عفو ومغفرة ما أدخلت واحدا من أمتك النار. وعزتي وجلالي، لو أردت أن يكون حساب أمتك بيدك لفعلت إكراما لك يا محمد. الحبيب يقول له: لا يا رب، أنت أرحم بعبادك مني. شوف التكريم وشوف التعظيم وشوف التشريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليها أفضل الصلاة والسلام. نورتني يا شيخ.